اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. السؤال اللي جاني اليوم في الانستغرام هو كيفاش تفهم الدروس بلا ما تحفظهم. غنجاوب على هذا السؤال في هذا الفيديو هذا، دونك نتلاقاو مور الاعلان. وقبل ما نبدا هذا الفيديو، اي واحد عنده اولى باك علمي، عنده سيزيام علمي او لا باك حر علمي، كنصحو يشري هذا الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه الماده ديال الاجتماعيات وتولي ساهله ويجيب فيها نقاطات في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصه في هذا العرض هذا، غيسهل عليكم الماده كامله. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. كيفاش تفهم الدروس بلا ما تحفظهم؟ وندويو مزيان في هذا الموضوع هذا ديال كيفاش تولي تفهم اكثر ما انك تحفظ، حيت كل واحد فاهم فهو حافظ، ولكن ماشي كل واحد حافظ راه فاهم. بزاف المرات كتكون حافظ شي حوايج كاع ما فاهمهم. كاينه واحد الطريقه اللي ما كتحتاج فيها انك تحفظ بزاف، ولكن كتحتاج تحضر الوعي ديالك وتفهم. الحفاظه ديما شي حاجه اللي ضروريه، لان ما يمكنش دير واحد البروسيس بلا ما تحفظه، ولكن هذه الطريقه اللي نعطيك هتخليك تفهم اكثر ما تحفظ. بلا ما نطول عليك، في اي درس كما بغى يكون كتب ليه نقاط كبيره. شنو هي النقاط الكبيره؟ هي واحد العناوين اللي كتولي تخليك تسرب واحد الحكايه. اي درس خاصك تدير فيه هذه العمليه هذه، هي انك تشد النقاط المهمين اللي خاصك تبقى عاقل عليهم في ذاك الدرس. يعني الا كان عندك واحد الدرس فيه بزاف ديال الفقرات، شد كل فقره، فهمها مزيان، استوعبها مزيان، وسميها بشي سميه. ملي غتبغي تذكر هذيك الفقره غادي تفكرها غير بسميه. شنو هي السميه؟ هي النقطه. داكشي علاش قلت لك كتب واحد النقاط، يعني في الملاحظات ديالك كتب واحد النقاط كبيره للفقرات اللي كاينين في الدرس. غنعطيك مثال واقعي باش تفهمني. فاش كيسولك شي واحد علاش دوى لكم الاستاذ اليوم، ما تتمشيش وتقول ليه الدرس كامل، كتقول ليه نقطه واحده اللي هي مثلا واليوم الاستاذ دوى لنا على امريكان مثلا. ماشي تمشي تقول ليه دوى لنا على هادي وهادي وامريكان والمظاهر والعوامل، تتقول ليه دوى لنا على امريكان، كتلخص فيها الموضوع كامل. هذه هي اللي كتسمى النقطه الكبيره للدرس، هي اللي كتفكرك في الدرس كيفاش داز، كيفاش كان الجو ديال القسم، كيفاش كان كيهضر الاستاذ، شنو المعلومات اللي حطهم. انت كتختصرها في حاجه واحده اللي هي دولينا على امريكان. بحال هاد النقاط خاصك تدرب انك تعلم ديرهم بوحدك. هاد النقاط اللي تيكونوا تيلخصوا الدرس وتيخليوك تفكر بلا ما تحفظ بزاف. يعني داكشي اللي فهمتيه هو اللي كيخدم معك، يعني تتولي تفهم الدروس بلا ما تحفظهم كاملين وتجي تقولهم، تتحط غير النقاط وتتفسرهم كما خديتي المعلومه، وتولي الفهم تيخدم اكثر من الحفظ في هذه القضيه هذه. باش نديرو خلاصه لهذا الفيديو، قسم الدرس لنقاط كبيره، استوعب كل فقره وسميها بشي سميه اللي تكون هي النقطه. هذا هو الجواب ديالي لهذا السؤال هذا. نتلاقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء. وبالنسبه اللي ما تابعنيش في الانستغرام ما ينساش يتابعني ويتابونا في القناه. الى اللقاء.